حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا محمد بن عمرو ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب عن علي قال قلت يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة أو كالشاهد يرى ما لا يرى الغائب. قال الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كل حديث في موضوع، ونبدأ بحديث السكة. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه في مهمة دعوية أو جباية زكاة أو غير ذلك، مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، فيكلف بعض خواصه بمهمات يجيدونها ويؤدونها. فلما بعث علي رضي الله عنه راجعه علي رضي الله عنه قبل أن يمشي، قبل أن يمضي في المهمة، هل لي رأي واجتهاد يرى الحاضر ما لا يرى الغائب، أم لا أني أنفذ ما قلت لي بغض النظر عن كونه يوافق ويصلح أو لا؟ ولذلك قال كالسكة. السكة هي قطعة من المعدن أو الحديد تصب عليها النقود الذهبية والفضية، تكون هذه القطعة محفورا فيها حروف وكلمات التي يراد أنها تظهر على النقد، اسم ولي الأمر أو كلمة التوحيد أو موعظة للناس أو شيء. فكل ما صب عليها من الذهب والفضة على هالمقاس، يعني قالب مثل القالب، تظهر فيها الكتابة، فيما تغير شيء لأنه مكتوب فيها، فيصب عليها هذا، وإذا برد يؤخذ ويضع نقود تبادله الناس يبيعون به ويشترون، نقود ذهبية وفضية. فيقول أنا كالسكة، يعني ما أستطيع أغير شيء، أنفذ كلامك حتى لو كان الواقع يخالف جدة أمور وطوارئ، أو أني أجتهد بما هو الأصلح. فقال اجتهد بما هو الأصلح، ليش؟ لأن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب. وهذا دليل ولي أن المكلف الموظف في الدولة يتقيد بحدود النظام الموضوع له، ويراعي المصلحة، يراعي تحقيق المصلحة للدولة، أنه ما يسبب تشويش وإثارة وفتنة وشر، ولا يضيع المسؤولية ويلعب مقابل رشاوة أو جاهيات أو غير ذلك، لا، فيشتغل بحدود النظام. إن أعطي زيادة صلاحية نفذ الصلاحية، ما أعطي خلاص، النظام يقتضي كذا، وهذا أصل في النظام ومواد النظام.